كل سنة وانتم طيبين وفي الخير متجمعين يا رب العالمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة اصابع الجلاش المحشية كنافة. مفيش احلى ولا اطعم ولا الذ من كده. طبعا لو عندك كنافة بايتة من امبارح فيلا بينا هنعمل بيها على الاصابع الجلاش الجميلة التحفة دي باسهل طريقه. احنا هنجيب لفه الجلاش بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، معانا سمنه سايحه، سمنه بلدي سايحه، معانا بقى الجلاش بتاعنا بتاع امبارح ده هنفتته كده بالكبه بايدينا باي حاجه هنفتته ونخليه مفتفت كده، وهنقوم جايين حاطينه في لفه الجلاش موزعين كده زي ما انتم شايفين كده على الطرف بتاع الجلاش، حاطين كميه تكون كويسه برضو، الكميه دي على حسب راحتك انتي. هقوم جايه لفه ورقتين جلاش كده واقوم جايه دهنه سمنه، دهنه كويسه زي ما انتم شايفين كده، اقوم جايه رول يعني بقيت الرول عاملاه لفاه كويس طبعا، واقوم جايه ايه حطاه في الصينيه بتاعتنا، ممكن صينيه مدوره ممكن صينيه مستطيله، الصينيه اللي متوفره عندك اشتغلي بيها عادي جدا. هاجي اوريها لكم كمان مره الكنافه بتاعتنا اللي احنا عاملينها، ممكن نعملها بكنافة عادية جدا يا جماعة. نقوم جينا عاملينها معلقتين سمنة كده ومقلبينها زي الشعرية على النار لحد لما تاخد اللون الذهبي، وبعدين معلقتين سيرب عليها كده، ونقوم جينا حشين بيها برضو الجلاش، يعني مش شرط تبقى كنافة بايتة. وممكن نعمل الجلاش بالبسبوسة، لو عندك بسبوسة برضو، بسبوسة قبل كده او عندك بسبوسة، مش عندك بسبوسة خالص ممكن تجيبي سميد البسبوسة وتحطي عليه السمنه والسكر، معلقتين سمنه كده ومعلقتين سكر، بس دي مش هنحطها على النار ولا اي حاجه، هنقوم جايين حشينها بيها على طول وهتبقى طعمها حلو جدا. برضو ادي هعمل لكم كمان رول. ممكن نعمل الجلاش دوت اصلا من غير لا بسبوسه ولا جلاش ولا كنافه ولا اي حاجه خالص، ممكن نعمله ساده خالص، ممكن نعمله بالمكسرات، نحط فيه مكسرات في قلبه، نجيب شويه مكسرات ونكسرهم في الكبه ونحط عليهم معلقتين سمنه سايحه لا مش معلقتين سمنه، قصدي معلقتين سيرب عشان بس يمسكوا المكسرات، ونقوم جايين لفينها برضو في الرول كده وحاطينه في الصينيه، هيطلع معانا حاجه عظمه خالص. اكيد هنعمل كل الوصفات دي بالتفصيل مع بعض ان شاء الله خلال شهر رمضان، بس يا رب الاقي منكم دعم كده وتفاعل يا رب، وهنزل لكم كل الوصفات ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومتنسوش تعملوا شير. هنعمل كمان رول، وبعد كده بعد ما اعمل اكمل الصينية بتاعتي كلها هقوم جاية ماسكة الصينية بتاعتي وقوم جاية مقطعاها. انا اخر مرة في اصابع الجلاش العادية نسيت ان انا اقطعها قبل ما احط لها السيرب بتاعها، لكن المرة دي ان شاء الله الحمد لله افتكرت يعني، وايه قمت جاي حطها وحط عليها بقى بعد ما قطعتها. هقول لكم دلوقتي عملنا ايه بعد التقطيع. طبعا هنقطع الاصابع بتاعتنا على حسب ما احنا عايزين طول الصباع، يعني طول الصابع بتاع الجلاش قد ايه. انا عملت حوالي كده 5 سنتي، مش كبير قوي لانه بحبه يكون صغير كده، ممكن تعملي اصغر كمان هيبقى احلى برضو، عامل زي البقلاوه كده، لكن انا قطعته المره دي التقطيع دي، المره الجايه ان شاء الله بقطعه التقطيع بتاعت الصغنونه دي هتبقى احلى. ومعايا بقى السمنه السايحه بتاعتنا هقوم جاي حطوها بالفرشه، دهناها الاول كويس جدا فوق الجلاش، احط سمنه كويس جدا، وفي الاخر بعد ما احمر الجلاش من فوق ومن تحت اصفي السمنه دي عشان الجلاش مش يبقى تقيل معانا ولا اي حاجه، هنصفي السمنه وهيبقى خفيف جدا. زي ما انتم شايفين كده هبدا احط له كميه سمنه تكون كويسه جدا عشان يكون مورق وجميل معانا. اكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، مولعه من تحت بس اول ما ياخد لون من تحت اقوم جايه مولعه الشوايه واخد لون الذهب الجميل واقوم جايه مطلعه على طول. اكون عملت الشربات بتاعه والسيرب بتاعه، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه، يغلوا غلوتين على النار مش كتير يعني، يغلوا غلو او اتنين بس، واقوم جايه منزلاهم او اكون عصر عليهم طبعا نص ليمونه، واقوم جايه منزلاهم اسيبهم يبردوا قبل ما اعمل الجلاش. انا عملت السيرب بس انا نسيت اصوره لان مصورنا السيرب كتير مع بعض فانا نسيت ان انا اصوره. شايفينه هو خفيف السيرب بتاع الجلاش او شربات الجلاش خفيف يا جماعه. حطيت كوبايتين سكر على كوبايه ميه وسبتهم يغلوا غلوه واحده، وحطيت عليهم عصره ليمون وطفيت عليهم النار على طول.
وسبتهم يبردوا، وبعد كده حطيتهم على الجلاش، وبعد كده صفيت الجلاش من الشربات علشان يديكي نتيجة تكون مقرمشة وجميلة. بصفي الجلاش من الشربات بعد ما يعدي 10 دقايق، هتديكي نتيجة حلوة جدا، هتعجبك جدا، هيكون مقرمش من بره وطري من جوه، يكون تحفة، ما يكونش برضو تقيل قوي ودسم قوي. ده شكل الجلاش بتاعنا، حطينا فوق شوية مكسرات كده عشان برضو تدينا شوية يعني جرناشة حلوة. وده شكله، لونه من فوق ومن تحت تحفة. لو عجبك الفيديو منسيش بقى اللايك الجميل بتاعك والكومنت الحلو بتاعك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.